قال رحمه الله: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فمن حيث أيام الأسبوع كانت ولادته عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين، وهذا بلا خلاف باتفاق أهل العلم ولا خلاف في ذلك. ولهذا بدأ به ابن كثير رحمه الله تعالى قبل غيره من ما يتعلق بيوم أو وقت ولادة النبي عليه الصلاة والسلام. فولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وثبت عنه ذلك عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله، ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. وهذا الحديث تضمن أمرين تعلقان بهذا اليوم، يوم الاثنين، أنه اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام، وأنه اليوم الذي أنزل عليه فيه، نبئ صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. وكذلك هاجر عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين، هاجر من مكة إلى المدينة يوم الاثنين. وكذلك كان وصوله إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه يوم الاثنين، وكذلك كان يوم وفاته عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين. وقد جاء في المسند للإمام أحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ونبئ يوم الاثنين، وهاجر يوم الاثنين، وقدم المدينة يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين. الشاهد أنه لا خلاف في أن مولد النبي عليه الصلاة والسلام كان يوم الاثنين. وأيضا كونه عليه الصلاة والسلام نبئ صار نبيا في هذا اليوم، يوم الاثنين، فولد يوم الاثنين وصار نبيا، نبئ في هذا اليوم يوم الاثنين. فكان عليه الصلاة والسلام يصوم هذا اليوم، وسأله هذا الأعرابي عن صوم يوم الاثنين، قال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، فهو يوم له شأنه. وأرشد عليه الصلاة والسلام إلى الطريقة التي تكون تجاه هذا اليوم، ألا وهي الصيام، صيام هذا اليوم من كل أسبوع يوم الاثنين، لأنه اليوم الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، واليوم الذي نبئ فيه، واليوم الذي هاجر فيه، واليوم الذي وصل إلى المدينة فيه، واليوم الذي توفي فيه صلوات الله وسلامه عليه. فكان عليه الصلاة والسلام يصوم هذا اليوم. وأيضا السلف رحمهم الله تعالى لهم عناية بصيام هذا اليوم، وهذا الذي جاءت به السنة تجاه يوم مولده، الصيام، صيام يوم الاثنين، اليوم الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، واليوم الذي نبئ فيه صلى الله عليه وسلم، وبهذه النبوة عم الخير وشع النور وانتشر الضياء وخرج الناس من الظلمات إلى النور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث في وقت نظر الله سبحانه وتعالى فيه إلى الأرض، فمقتهم عربهم وعجمهم، كلهم كانوا في مقت الله وبغضه وغضبه سبحانه وتعالى، إلا بقايا قلة على وجه الأرض من أهل الكتاب، وإلا فالأرض كلها طبقت ظلاما وكفرا وشركا وضياعا. فنبئ عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم، يوم الاثنين، وفي هذا اليوم بدأ الضياء والنور والخير، فكانت لهذا اليوم هذه المكانة. فهو عليه الصلاة والسلام يصوم يوم الاثنين، ويصام هذا اليوم لأنه اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام، واليوم الذي نبئ فيه
واليوم الذي هاجر فيه إلى المدينة، واليوم الذي وصل فيه إلى المدينة، واليوم الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام.